السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بك أختي في دور جديد من دروس تعليم تجربتي متقون مع مريم. إذا في هذه الحلقة إن شاء الله كما كتشوفوا هذا الرشمة، هذا توب بروكار متروز بسقلي كارتي. غادي ننزل لكم الروابط ديال هاد الوردة هادي ويا هاد العروش. إذا الرابط دائما غتشوفوه عند العنوان ديال أي درس في واحد الفليش صغير، غادي تمشيو تضغطوا على داك الفيش وغادي يبانوا لكم الروابط ديال هاد الوريقات ولا حتى ديال هاد الوردة المنفوخة وديال العريشات. دن كنتمنى ان شاء الله بان هاد الدروس هادو يعني تستافدوا منهم. واليوم غادي ندوزو خاصة بهاد الوردة هادي غادي تنطرزها بالحرير. انا غادي تشوفوا هي الوردة الطريقة باش غادي نخدم هادوك العريفات. هذا الرشمة خصوصا للمبتدئات، اذا كنصحهم انهم من الاول اذا كيتعلموا يتعلموا باتقان، يعني ما تقنعهمش اي خدمة، دائما يقلبوا على الخدمة المتقونة، يحاولوا ما امكن يطبقوها باش الخدمة ديالهم تكون دائما مزيانة. اذا غادي نمشيو مع الطرزة. اذا كتشوفوا وردة عادية، دائما راني كنقول لكم بانني راه كنضغط على صباعي تيكونوا قرابين لبرا، يعني اصلا لبرا دائما هي كتضرب واحد البلاصه، يعني ما كتضربش جوج بلايص باش تخافي على يديك. غتردوا ليا البال جميع الدروس ديالي، دائما هذا هو السر ديال اي طرازه. اذا كتشوفوا هذا، انا من الشده ديال المرمى كنعرف المعلمه واش معلمه ولا لا، من الشده ديالها يعني الا لقيتها كتخاف من المرمى يعني كنعرفها بانها راه ما ماشي يعني عندها تجربه كثيره في الطرز. دابا غادي نكمل الورده، غنبقى نضرب وحده بوحده، كندور غير بشويه. غنزل لكم حتى الرابط ديال الوردات ديال المبتدئات اللي غادي نبقاو نضربوا فيها غير ضربه ضربه بوحدها. وكتشوفوا دائما الطرز ديالي راه كنخدم عليه ونعاود باش ما تحلش لينا الطرزه. انا واحد السيده جابت لي قفطان خدته ب 1500 درهم، ما بغيتش ننزلو لانني كنت صورته، ما بغيتش ننزلو، ما بغيتش نزلوكم عارفين العالم ديال الانترنت، يعني اي واحد غادي يشوفه او ديك اللي خدمته تشوفه تقول بانني راني يعني كان نعيب في الخدمه ديالها. يعني السيده مسكينه خدات داك القفطان، هو خدته في محل معروف عندنا هنا في مدينه اكادير، طرز كلشي تحل، يعني واحد الخيط ديال الصبره ديال الخيط ديال الطرز ملي كتجبديه كيتحل الورده كاملها كتحل. فعلا السيده بقى فيها الحال. ملي اتصلت بالسيد قالت لي انا راه حضرت به واحد الحضور وتحل لي الطرز، قال لها غير رجعينا حنا غادي نعاودوا ليه. قالت لي ما عرفت واش غادي يعاود ليه كي غادي يكون، قالت لي المهم هذه تكون درس ليا. قلت لها كان عليك تردي البال للخدمه تتشوفي الطرزه كي دايره، يعني كانت الورده بحال الخيوط بحال عارفين الخدمه المزرفه ديال السوق، رغم انه محل معروف عندنا ويعني كيبيع باثمنه. دقيق قفطان ديال الحضور ب 1500 درهم. اذا غتشوفوا هاد العليفات هادو اللي كنقول لهم حنا كيفاش الطريقه باش خدمتهم، يعني ها يعني كنخدم الضربه الاولى كتكون خفيفه، هاد بحال قلت لك واش الاولى بحال كتكون خفيفه، من بعد كندير ديك الضربه الطرزه الثانيه كتكون عامره شويه. انا راه عندي كليان طرزو عندي تقريبا شي 5 سنين هادي اولا 6 سنين، ولبسوا نفس الجلابه او القفطان، قالوا لي راه كيما هو، حتى ان الرشمه ديالو ماشي شي رشمه دازت، يعني باقي هو. انا من ناحيتي انا ما كنشوفش الكم، يعني شحال من بيصه غنضرب في النار.
ديك ما عمر اي معلمه ديرها في مخها، يعني ديرها في بالها تقول بانني غادي نضرب 4 د البياس في النهار ولا 5 د البياس في النهار راه مزيانه ليا. لا، تشوف الخدمه هي الاولى اللي غادي، حتى لا غادي نضرب 5 د البياس في النهار لا يمكن تخدمهم متقونين، لا يمكن بحال الخدمه ديال السوق. ان شاء الله غادي نوري لكم واحد الحاجه من ناحيه تنسيق الالوان. يعني انا كنصح اي وحده بغات تدخل هذا العالم ديال الطرز، يعني ما تقتصرش ديما تفرج غير في الفيديوهات ديال الطرز، يعني تمشي شويه للطبيعه تفرج. انا ما غاديش نقول لك سافري او لا سيري، انما عالم الانترنت غادي تدخلي الطبيعه الخلابه، خصوصا مع الطيور، خصوصا مع الطيور. انا راه تبارك الله ما شاء الله راه كاين في الطبيعه واحد النعمه ما كنحسوش بها. يعني انا اغلبيه تنسيق ديال الالوان كتكون مقتبسه من العالم ديال الطبيعه، الا شي وحده كتقول لي لا عز لي هذا اللون وعز لي هذا اللون وعز لي هذا اللون، يعني كتكون الالوان من ذوقها هي، يعني كتكون عندي تجربة مع الخدمة اللي كنت خدمت. وردوا البال بأن بالنسبة لذاك الطرف ديال التوب اللي كنزيد دائما في ديك الحاشية أخرى راه كيكون التوب مقطع. إذا غادي تشوفوا هاد سبحان الله ما شاء الله، يعني شوفوا هذا اللون كرونة مع البيج، يعني راه فعلا تخدموا فيهم قفاطن. شوفوا تبارك الله ما شاء الله سبحان الله، يعني هنا الكحل مع الزرق مع الأورانج، يعني تناسق رباني سبحان الله. هنا هذا سبحان الله هذا ضحك الغوزان ديال مع الفيغ رويال، يعني سبحان الله سبحان الخلاق. واحد الطير اخر انا عجبني بزاف، شاهد فيه الصفر والموف، هذا راه الصفر والموف راه لبسوا فيه قفاطن. هذا تنسيق طبيعي رباني سبحان الله. شوف هذا العصفور، هذا الصغير، يعني الالوان الوان فاتحه جدا، يعني رائعه. يعني هاد لا سيزون هادي يعني شفت بان هاد الالوان هادو اللي كاينين دابا ما بين البيج والترقوة فاتح، يعني هذا هو اللي دارج على الموضه هاد العام هذا. اذا كنتمنى ان هاد الفيديو تكونوا مستفيدين منه، والى درس جديد